جوزي مورينيو، هل لأجبال وهل لمن؟ بابيس مدرب مباشرة مع بدا دخوله، جاء بالفرج لفريق نيوكاسل. شوف اللعبة كم كانت رائعة، سيسوكو انطلق هائلة منه وسرالي أميوبي، بابيس دخل في عمق دفاع فريق تشيلسي، التغطية من غاري كاين لم تكن موفقة، مرت من أمام جون تيري، وبابيس ديمبا السنغالي في المكان المناسب، يفتح مجال التسجيل لنيوكاسل أمام تشيلسي في سان جيمس بارك، هدف مقابل صفر، أنت رائع يا أميوبي. شوف الإعادة مرت من غاري كايل، بابيس ديمبا في المكان المناسب.